يجب أن يفهم القادة الإيرانيون بأن الوقت قد حان لإيجاد حل دبلوماسي، لأن التحالف ما زال موحداً لمطالبتهم بتنفيذ تعهداتهم الدولية، وسنقوم بكل ما هو ضروري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. سنصعد الضغط على النظام السوري الذي يقتل شعبه، وسندعم المعارضة ونشجعها على احترام حقوق كل السوريين. نقف الليلة متوحدين لتحية الجنود والمدنيين الذين ضحوا كل يوم لحمايتنا. بفضلهم يمكننا القول وبثقة بأن الولايات المتحدة ستكمل مهمتها في أفغانستان وستحقق هدفها بهزيمة القاعدة. ولقد أعدنا إلى الديار 33,000 جندي من أبطالنا الرجال والنساء. إن جانباً من قواتنا سينتقل إلى دور الإسناد عندما تتسلم القوات الأفغانية زمام الأمور. يمكنني الإعلان هذه الليلة أنه سيتم سحب 34,000 جندي من أفغانستان بحلول العام المقبل، وسيتواصل سحب القوات، وبحلول نهاية العام ستنتهي حربنا في أفغانستان.